السلام عليكم خوتي خواتاتي، كما كتشوفوا السريعة بكل سرعة. الراجل ما كملش 24 ساعة باش غاب، خرجات البنت الصغيرة ديالو بالحوايج ديال الدار، ما لابساش بالحوايج ديال الدار للسوشيال ميديا. وكما كتعرفوا بان لا فيديو كيكون ليه مونتاج، ممكن انها تحذف بزاف د الحوايج. لا، هي خلات ديك اللقطة، خلاتها باينه، وباش كملتها انها دارت ديك الصوره هي اللي دارتها على لا فيديو باش كل شي يشوف. كان سترنا بهذا المعنى، الستر، الرجل راه الستر في هذه الدنيا. هادي عندك فيها الحق، كان ستركم نيت. السيد ما كملش 24 ساعه باش غاب، وخرجتي البنت ديالو عريانه في السوشيال ميديا وهي باقا صغيره قاصر. وحنا الحمد لله كنا دايرين له قيمته، كنا دايرين له قيمته، كنا دايرين له اعتباره، كنا دايرين له هيبته. الحمد لله ما كيألمليش ضميري، بقى فيا، بقى فيا بزاف بزاف، وقلبي محروق عليه، ما نقدرش نبين الضعف للبنات. لا، بين القيمه والهيبه اللي كنتي عاطيه، وما تقدريش تبيني الضعف للبنات، ولكن تقدري انك تبينيهم عريانين في السوشيال ميديا. لي انا لو كان اختي ترجع، لو ان اختي ترجع اليوتيوب وتشوف داك التصاور ديال ولادها، غادي تولي تطيح، غادي تولي تطيح انها تشوف التصاور ديال بنتها هكا. حشومه، عيب، حشومه، عيب. انا اختي كنت كتخدم على ولادها، موفره لهم المدرسه، وموفره لهم الماكله، وموفره لهم النموسيات، وموفره لهم بيت النعاس، بلا يوتيوب، بلا شوهه في اليوتيوب، بلا عرف في اليوتيوب، بلا ما يتفضحوا في اليوتيوب، بلا ما يبانوا بالحوايج الدخلانية في اليوتيوب. كانوا كياكلوا ويشربوا ويقراوا في المدارس بريفي، وكل شيء موفر ليهم، وكيجيو المساعدات للدار. ما كانوش البنات تيديروا حتى ما في يديهم، بلاتها راه البنات السعوديه ما كانش كيديروا ما في يديهم. المساعدات في الدار وكل شيء متوفر ليهم، بلا ما يبانوا في اليوتيوب، بلا ما يتعراو، بلا ما يبانوا بصفات مات، بلا ما يبانوا مفضوحين هكاك، بلا حتى شي حاجه. علاش هاد البنات يلاه باهم، حنا ما تندعيوش فيه ولا نبغيو له، كيما بقى كيما بغى يكون، راه كاين واحد المشروك ما نبغيولوش. ولاني مازال ما كملت 24 ساعه، مازال ما كملت 24 ساعه يخرجوا وحده اخرين هكاك، يخرجوا هكاك يشوهوا بيهم، راه حشومه وعيب وعار. راه 18 عام وهم تخدم عليهم، ماشي حتى هاد الليله ما بين 24 ساعه ما كاملاش يخرجوا البنات هكاك عريانين. راه حشومه، بنت صغيره مازال تزوج، مازال تقاس مع الويسات وما تقرا، ما تلقاش وجهها ويعايروها بديك التصويره، واش بدو يعايروها بها. مازال تقبضها تزوج وتقبضها عجوزه وتعايرها بديك التصويره، ديك التصويره ما عمرها ما تحيد من اليوتيوب. علاش 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 هذيك السيده اللي كبيره بعقلها، هذيك اللي الجدي اللي عاد ولدت تمشي تبيع ذهبها؟ راه عندها القنوات، راه عندهم 5 ولا 6 القنوات، وحنا عارفين اليوتيوب. علاش تبيعوا بداك البنت في الحما هكاك؟ مهما يكون هذيك راه قاصر، راه صغيره ما عندهاش حتى العقل، وتبقى هكاك داك التصويره كدور. حشومه وعيب وعار، حشومه. راه ماشي ماتوا بالجوع، ماشي بالجوع، يلاه البارح ما كملش 24 ساعه، واش ما قدكمش البوز ديال الحبس؟ ما قدكمش زين لحين بنت هكاك؟ كاين مونتاج، ما يقولكمش الانسان لا، رحنا فلتتنا، راه كاين مونتاج. حنا كاع مالين تخدموا في اليوتيوب عارفين بلي كاين مونتاج، والتصويره ممكن تحيد. راه عيب وعار وحشومه، حشومه حشومه حشومه. زدتو كملتو، نقولوا البنت الكبيره ماشي مشكل، صافي كلشي عرف كلشي ولف، وديك البنت الصغيره علاش تحشوها في هذا الوسخ؟ واش غتموت بالجوع من البارح اليوم؟